مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، ويتجدد لقاؤنا معكم في جولة جديدة لبرنامج منشط الصحافة. يسعدنا أن نستضيف خلال هذه الحلقة الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة. ورحب بك معنا أستاذ عبد المحسن. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. ومشاهدينا، نبقى الآن مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفصل. قراءة في أبرز عناوين وأخبار الصحافة المحلية، وبالتحديد من غلاف صحيفة الصباح، حيث تناولت تجديد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ولشعبه الشقيق. كما أضافت الصباح، إشادة الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائه الشيخ صباح الخالد في نيويورك بالعمل المشترك الوثيق الذي يربط بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة، والذي يمثل نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين، ومشيرا إلى ما تعتليه الكويت من مكانة مرموقة ومميزة ضمن المجتمع الدولي. هذا الخبر من صحيفة الجريدة، حيث عنونت الحجرف: قانون جديد للميزانية يحد من الهدر ويضبط الإنفاق. وذكرت الجريدة أن الحجرف أكد لها توافق المشروع مع برنامج استدامة. نقرأ في صحيفة الأنباء تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على العلاقة الطيبة التي تجمعه مع الكويت وأهل الكويت، وغرد بأجزاء من كتابه الجديد قصتي على صفحته الرسمية على تويتر قائلا: لا يعرف الكثيرون طبيعة العلاقة التي تربطنا مع الكويت، الأخوة التي تربطنا معهم عميقة لدرجة لا يفهمها الكثيرون، شكرا للكويت ولشعب الكويت. نقف عند هذا الخبر أستاذ عبد المحسن، يعني كلمات طيبة من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للعلاقة الطيبة ما بين الشعب الكويتي والشعب الإماراتي، ويقول بأن هذه العلاقة لا يفهمها الكثيرون، وهذه الأخوة أيضا لا يفهمها الكثيرون، فبالتالي كيف تعلق على ما جاء من كلمات قصتي؟ يعني طبعا القيادة في دولة الإمارات الشقيقة دائما تؤكد على عمق العلاقة وخصوصية العلاقة بين الشعبين الكويتي والإماراتي. طبعا هي علاقة متجذرة، علاقة مصير وأخوة لها ضاربة في التاريخ. إذا استعرضنا العلاقات بين الشعبين، هي علاقات اجتماعية، علاقات أيضا تتعلق بمجالات التجارة والعيش وكذلك، وبين القيادتين هناك اتفاق وتفاهم مستمر منذ بداية تأسيس الدول الحديثة، دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والأمور بين البلدين أمور تتعلق بالمصير وبالوحدة وعلاقات تاريخية، وما تفضل به سمو الشيخ محمد بن راشد يعكس طبيعة العلاقات الخاصة بين البلدين. نعم. في خبر آخر، 359 ألف طالب يعودون إلى مدارسهم اليوم ومخاوف من الازدحام. تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسة أن وزارة التربية أكدت إتمام استعداداتها، وأضافت أن أئمة المساجد أوصوا المعلمين بدورهم في تربية النشء. صحيفة الرأي طبعت هذا المنشط: وكيل وزارة الإعلام رؤية كويت جديدة 2035 تلبي طموحات المواطنين وتأكيد حكومي على تنفيذها. وكيل الكهرباء لصحيفة القبس: انتفاء الحاجة إلى قارئ العدادات. تحت هذا العنوان قالت القبس أنه بعد طول انتظار ستدخل الكويت عصر العدادات الذكية، وبعد انتهاء وزارة الكهرباء من تركيب 5000 عداد تجريبيا ينتظر إعطاء الأمر بتشغيلها في الأعياد الوطنية المقبلة. في صحيفة الوسط نرصد هذا المنشط: مساعدة كويتية ل 600 أسرة سورية لاجئة في البقاع اللبنانية. انتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. الأزمة الفنزويلية في أعمدة الاندبندنت البريطانية التي تعنون أزمة فنزويلا، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا تطالب الرئيس مادورو بإجراء انتخابات في غضون 8 أيام. تحت هذا العنوان تكتب الاندبندنت: ترغب دول الاتحاد الأوروبي في إجراء انتخابات جديدة، وتعهدت بخلاف ذلك أن تعترف بجوان غوايدو كرئيس مؤقت. انضمت المملكة المتحدة مع فرنسا وألمانيا وإسبانيا في محاولة لفرض انتخابات جديدة في فنزويلا
حيث يتشبث الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة. لقد ألقت المملكة المتحدة بالفعل بزمامها خلف زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي اعترف داونينج ستريت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه زعيم الجمعية المنتخبة ديمقراطيا في البلد تعلق الاندبندنت. فيما يتعلق بهذا الخبر والأزمة الفنزويلية، يعني اتفاق أمريكي الآن الاتحاد الأوروبي وأيضا الأزمة الفنزويلية الآن في مجلس الأمن، من وجهة نظرك إلى أين ستتجه هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أن الحكومة الفنزويلية أو النظام في فنزويلا قد اعتاد منذ أكثر من 15 عاما على هذه المواجهات. المشكلة في فنزويلا عميقة جدا، الجيش يقف، ما زال الجيش يقف خلف مادورو، وستستمر هذه الأزمة. المهم ألا أن تنفجر إلى صراع شعبي يؤدي إلى مذبحة أو نهر من الدماء داخل فنزويلا. فنزويلا تعاني مشكلة اقتصادية، لأن نتصور أن معدل التضخم هذا العام 25,000%، وهو تقريبا المواد الغذائية غير موجودة، هناك مشكلة كبيرة اقتصادية داخل فنزويلا. أنا أعتقد كل المجتمع الدولي يضغط لحل هذه المشكلة بطريقة سلمية، لأن المواجهة أو الحرب الأهلية سيكون لها تداعيات خطيرة جدا. المواقف سواء أوروبا أو الولايات المتحدة وحلفائها وروسيا والصين وبقية الدول مع مادورو ستستمر، ولكن الحسم سيكون لدى الجيش الفنزويلي عندما يغير مواقفه، أو إذا استمر في دعم الرئيس مادورو فسيكون من الصعب تغيير النظام في فنزويلا، وستزيد هذه المعاناة. هناك من يدعي بأن يعني من الممكن أن يكون هناك تدخل عسكري للولايات المتحدة في فنزويلا، إلى أي مدى هذا يعني الاقتراح ربما منطقي؟ أنا أعتقد أن هذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لن تتورط في مثل هذا الأمر، وكانت هناك مواجهات مع الرئيس مادورو على مدى 7 سنوات الماضية، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة، ما يعول عليه هو جيران فنزويلا البرازيل الدولة الكبرى في أمريكا اللاتينية وجارة فنزويلا، وتستطيع أن تقوم بتدخل عسكري، ولكن البرازيل حتى الآن تقف بالحياد ومؤيدة إلى مادورو. أعتقد الموقف المهم سيكون في جيران فنزويلا، كولومبيا، البرازيل والأرجنتين، هذه الدول المحيطة بفنزويلا إذا قررت أن تقوم بعمل ما، لأن اللاجئين الفنزويليين يتدفقون بأعداد كبيرة على كولومبيا والبرازيل وبقية الدول المجاورة لها، ويؤسسون لقضية لاجئين ومأساة إنسانية كبرى. إذا تغير الموقف البرازيلي لتدخل عسكري أعتقد سيكون حاسم، وليس تدخل أمريكي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتورط في تدخل عسكري في دولة كبيرة في أمريكا الجنوبية مثل فنزويلا. نعم، يعني في تطور للأزمة الفنزويلية، الملحق العسكري في واشنطن اليوم يعلن انقلابه ويعترف بحكومة غوايدو ويريد الانشقاق عن حكومة. هذا مؤشر خطير، لأن مادورو يعتمد بشكل كبير على الضباط، على كبار الضباط، والملحق العسكري الفنزويلي اللي في واشنطن دائما يتم اختياره من الصف الأول من ضباط في الجيش الفنزويلي. فعندما ينقلب هذا الضابط الكبير ضد مادورو أعتقد أن هذا مؤشر، وفي واشنطن هذا مؤشر على أن هناك حراك ما يحدث داخل كبار الضباط في الجيش الفنزويلي، وسنرى في الأيام القليلة المقبلة إذا كان هناك تحرك مماثل من ضباط أيضا من الصف الأول في الجيش الفنزويلي سيكون موقف مادورو، وأعتقد أنه سيتراجع ربما يقبل بانتخابات، ولكن ليس ضمن 8 أيام، قد يكون بعد فترة أطول من ذلك. يعني عموما يعني الملحق العسكري يدعو ضباط آخرين، نعم، أيضا للانشقاق عن حكومة مادورو، وأيضا يعني وجود ذلك في واشنطن، نعم، ربما يسلط الضوء يعني بشكل مباشر على أن الولايات المتحدة تدعم المعارضة أو هذه الحركة الاحتجاجية، خاصة بعد ما حدث في مجلس الأمن أمس وفشل الولايات المتحدة الأمريكية في استصدار بيان أو عقد جلسة للقضية الفنزويلية. هذا أيضا مؤشر على أن الجيش هو الذي بيده، الجيش الفنزويلي هو الذي بيده ورقة التغيير في فنزويلا، أو حرب أهلية، وهذا طبعا يكون سيهدد الاستقرار في أمريكا اللاتينية، وعند ذلك سيكون هناك تدخل أعتقد من دول كبرى في أمريكا اللاتينية. نعم، اليوم بومبيو تحدث بأنه تم تعيين مبعوث إلى فنزويلا أمريكي، نعم، طبعا، نعم، يقول بأن الأزمة الفنزويلية هي أزمة عميقة وصعبة. لماذا يعني يقول ذلك قبل البدء بالمفاوضات؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية جربت في فنزويلا جميع الوسائل الممكنة. أعتقد
أكثر من انقلاب حدث من ضباط موالين للولايات المتحدة الأمريكية وفشل. الولايات المتحدة اعتمدت الحرب الاقتصادية وفعلا نجحت في الحرب الاقتصادية، جعلت العملة الفنزويلية بلا قيمة، جعلت التضخم، ولكن كل ذلك لم يفلح في إسقاط النظام مادورو ومن قبل تشافيز كما نذكر. نعم، دعنا ننتقل وإياك مع مراسلتنا داليا الكومي في واشنطن التي ستستعرض لنا أهم وتعليقات الصحف الأمريكية الصادرة لهذا اليوم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة لأبرز عناوين الصحف الأمريكية وما تناولته خلال هذا الأسبوع، ونستهلها بجريدة النيويورك تايمز التي عنونت في الصفحة الرئيسية إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية دون تحديد التمويل المطلوب للحائط العازل. التايمز أوردت اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية لمدة 3 أسابيع، بينما تستمر المفاوضات حول كيفية تأمين الحدود الجنوبية الغربية للبلاد. مهد هذا الاتفاق المؤقت على حسب صحيفة نيويورك تايمز مهد لمزيد من الوقت أمام مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على ميزانية الانفاق المؤقت والتي وقع عليها ترامب. نأتي لجريدة الواشنطن بوست والتي علقت على شرعية الانتخابات والمشكلة الحالية في فنزويلا، والتي أصدر ترامب إدانة قاسية لحكومة فنزويلا الاشتراكية وشجب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ولكن التايمز أكدت أن ظهور زعيم المعارضة هذا الأسبوع قد أعطى الرئيس الأمريكي ربما نصرا محتملا للسياسة الخارجية وفوز سياسي محسوس في الداخل. مساندة واشنطن المعارضة تنذر بتوتر أيضا بين الولايات المتحدة وروسيا، وكان ذلك واضحا في مجلس الأمن والجلسة التي عقدت اليوم. أيضا جريدة الواشنطن بوست نشرت في مقالات الرأي للمحلل السياسي ومذيع شبكة CNN الشهير فريد زكريا، والذي أكد أن الأوضاع الاقتصادية الدولية لا تنذر بالخير هذا العام. الكاتب الكبير أكد أن الجو العام في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 دافوس ربما أكثر واقعية مما كان عليه في السنوات الماضية. الوضع على حسب تأكيد زكريا ليس في أحسن الأحوال، والحالة العامة المزاجية حذرة وسط الحديث عن التباطؤ العالمي والحديث أيضا بنبرة قلقة عن حالة الديمقراطية في العالم والمجتمعات المفتوحة والنظام الدولي. وكان البيت الأبيض على حسب تأكيد المقال قد ألغى زيارة الوفد الأمريكي رسمية على أعقاب الخلاف بين ترامب والكونغرس حول الميزانية. أخيرا نأتي لجريدة الوول ستريت جورنال، والتي أكدت أن موعد خطاب حالة الاتحاد والذي ينتظره الشعب الأمريكي بشغف كل عام كما جرت العادة ما زال لم يحدد، وأن إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لا ينذر بالتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجمهوريين بقيادة ترامب من ناحية وبين الحزب الديمقراطي بقيادة نانسي بيلوزي. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ونعود بكم إلى استوديو منشط الصحافة. كومي مراسلة تلفزيون دولة الكويت كانت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وفي صحيفة الجارديان البريطانية تعنون نهاية الإغلاق ترك العمال مع الديون والائتمان السيء وثقة محطمة، إن موقف المسؤولين في إدارة ترامب الذي اتسم باللامبالاة هو عالم بعيد عن تجربة المواطنين أو الموظفين الفيدراليين الذين يخشون تكرار ذلك في غضون 3 أسابيع، تعلق الجارديان. حتى في الوقت الذي أعلن فيه إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، حذر دونالد ترامب من أن إغلاقا جديدا قد يبدأ في غضون 3 أسابيع إذا لم نحصل على صفقة عادلة من الكونغرس، تكتب صحيفة الجارديان. ويعني هذا التهديد أن سحابات من عدم اليقين لا تزال قائمة لمئات الآلاف من العاملين في الحكومة وغير المعروفين الآخرين الذين انقطعت حياتهم أو خرجت عن مسارها بسبب الإغلاق الذي عجل به مطولا بمطالب الرئيس بجدار حدودي، تعلق صحيفة الجارديان. إذن إغلاق لمدة 35 يوما يعتبر الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، واليوم اتفاق جديد ما بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس يمتد حتى 3 أسابيع، حتى 15 فبراير. بعد 3 أسابيع ما الذي سيحدث من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد يعني أن الرئيس ترامب قد دخل في مجازفة كبرى،
كان بعد انتخابات النصفية وفقدانها للأغلبية في مجلس النواب، كان يريد هذه المعركة لحشد مؤيديه أكثر، وخاصة أنه نجح بهذه الطروحات الخاصة بالهجرة وبما يتعلق بالهجرة. ولكن الآية قد انقلبت عليه الآن، أصبح هناك تذمر لأن مليون موظف في الحكومة الفيدرالية أصبحوا بلا رواتب، الجنود بلا رواتب، أصبح هو الآن في ورطة اجتماعية. هو كان يريد هذه المعركة حتى يتجنب معركة بداية تحقيق في أو عملية التحقيق في 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 انتخابات وعلاقاته بروسيا في الانتخابات. كان يريد أن يدخل هذه المعركة ويربحها بسهولة عن طريق حشد مؤيديه، ولكنه الآن أصبح في ورطة. خطاب حالة الاتحاد إلى الآن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم تقدم له الدعوة لتقديمها. هو الآن بين خيارين، بين أن يوافق على أن يقبل بتمويل أقل ما يطلبه هو 6 مليارات، 5.9 مليار إلى 3.2 مليار، ويقبل بحل الوسط وتنتهي المعركة. أنا أعتقد ستكون لصالح الديمقراطيين وستكون أول خسارة له في المواجهة، أو يذهب إلى خيار آخر وهو إعلان حالة طوارئ، وهذا أيضا سيتطلب بعد فترة الرجوع إلى الكونغرس مرة أخرى، وفي حالة إعلان حالة طوارئ سيأخذ من اعتمادات أخرى ويصرف على الجدار، وستكون هناك مشكلة كبيرة. أنا أعتقد أنه الآن في ورطة، يجب أن يعيد حساباته مرة أخرى ويقبل بحل وسط. وأعتقد أن الرئيس ترامب رغم تشدده في النهاية سيقبل بحل الوسط بالتمويل الذي هو يمثل نصف ما يطلبه للجدار. عموما يعني كما تحدثت به مراسلة تلفزيون دولة الكويت في واشنطن عن أزمة الإغلاق، قالت بأن الاتفاق الآن لا ينذر بأن الأزمة قد انتهت، وربما يعود للإغلاق، وهو سيناريو ثالث ربما سيلجأ إليه الرئيس دونالد ترامب. طبعا بالإضافة إعلان حالة الطوارئ، وأنا أعتقد أن صعب أن يتخذ هذا حالة الطوارئ الوطنية، وفي هذه الحالة يستطيع أن يأخذ الاعتمادات، ولكن من الصعب أن يتخذ مثل هذا القرار. نعم. في خبر آخر من لوموند الفرنسية تبرز خلافا آخر يدور بين موسكو والناتو، وتعنون يتحرك الناتو وروسيا نحو التخلي عن معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى، وتريد موسكو أن تقنع بأن صاروخها الجديد متوسط المدى يتماشى مع هذا الاتفاق الذي وقع في عام 1978. تعلق اللوموند: الفشل لم يفاجئ أحد. تكتب اللوموند: فشل مجلس حلف الناتو وروسيا الذي عقد يوم الجمعة 25 يناير في بروكسل في تحديد الحل الوسط الذي كان يمكن أن ينقذ معاهدة عام 1978 بشأن السيطرة على الأسلحة النووية متوسطة المدى. المفاوضات التي أجريت في جنيف بين المسؤولين الروس والأمريكيين فشلت هي الأخرى منذ حوالي 10 أيام، تلفت صحيفة اللوموند. فيما يتعلق بهذا الخبر باختصار لو سمحت، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أكثر من مرة بأنه سيسحب من هذه الاتفاقية، وتم التفاوض أكثر من مرة من أجل يعني التوصل لاتفاق وسطي لحل هذه الأزمة. إلى أين تتجه من وجهة نظرك؟ يعني بشكل سريع، هذه الاتفاقية قد عقدت في 1987 على أثر يعني أزمة نشر S-20 الروسي، والذي كان يطال معظم العواصم الغربية. أنا أعتقد أن بوتين يتصرف الآن بعقلية الاتحاد السوفيتي الدولة العظمى، ويريد أن يضع شروطه في هذه المنطقة، وخاصة لوقف قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف الناتو، لأنه يعتقد أن قبول هاتين الدولتين سيمثل يعني محاصرة لروسيا. فهو يضع هذه الصواريخ ويريد أن يفرض شروطه، وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب فعليا من هذه ونتائج هذا الانسحاب هو إعادة لحرب باردة جديدة، ونشر كميات كبيرة من الصواريخ مقابل الصواريخ، ونشر القبة الحديدة أو نظام الدفاع الصاروخ الأمريكي في بولندا وفي معظم الدول المجاورة لروسيا. وأعتقد سنبدأ عملية حرب باردة جديدة وسباق تسلح في أوروبا، سيكون خطير جدا. أضف إلى ذلك يعني الطرف الصيني، وبالتالي ما يتحدث كثير من المحللون عنه اليوم، دخل المثلث الكبير فعليا في حرب التسلح جديدة. لأن الصين وروسيا لديهم تجارب في الآونة أخيرة كثيرة لصواريخ متوسطة المدى. نعم. في خبر آخر أيضا من لوفيغارو الفرنسية، تكتب في عنوان عريض عن صفحتها الدولية: قمة ثانية بين ترامب وكيم جونغ أون من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر واقعية، ومن المقرر عقد قمة جديدة بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون في أواخر فبراير. لم يتم تقديم موعد أو مكان محدد، لكن كلا الزعيمين أكدا استعدادهما للاجتماع مرة أخرى في نهاية اجتماع
اجتماعهم الأول في سنغافورة في 12 من يونيو، قام رئيسا الدولتين بالتوقيع على إعلان ضعيف ولكنهما وضعا الأساس لاستئناف الحوار تعلق لوفيغارو. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة التايمز البريطانية بقلم كاثرين فيليب مراسلة التايمز الدبلوماسية. أزمة فنزويلا، يتم إعداد المرحلة الأزمة على غرار الحرب الباردة. تحت هذا العنوان تكتب الصحيفة اللندنية: كل الرهانات الآن تدور حول ما إذا كان من الممكن حل المواجهة دون المزيد من الفوضى. إن قرار زعيم المعارضة خوان غوايدو بإعلان نفسه رئيسا والدعم الذي حصل عليه من الولايات المتحدة قد دفع بأزمة فنزويلا إلى الساحة الدولية. وبسبب المشهد في مواجهة الحرب الباردة، عربت الصين وروسيا عن دعمهما لنيكولاس مادورو اللذان دعمتهما بالمليارات من القروض الميسرة. تعلق التايمز: والأهم من ذلك أن الجيش الفنزويلي ألقى دعمه أيضا، مما يضمن على المدى القصير على الأقل أنه سوف يتمسك بالسلطة. الفوضى على الرغم من ذلك تبدو لا مفر منها. تعلق صحيفة التايمز. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الحياة، ولك التعليق على الكاريكاتير. يعني الأحداث اللي قاعد تحدث في الشرق الأوسط ونزعات للاستقلال والانفصال في أكثر موقع يؤكد أو يشير إلى أن هناك مقص جديد سيعيد ترتيب المنطقة، ونتمنى أن لا يحدث ذلك. سايكس بيكو جديد ربما، أو أعتقد من الصعب، ولكن على المستوى العالمي هناك محاولات حديثة، وأنا أعتقد كلها لصالح الكيان الصهيوني لإسرائيل، هو عملية تجزئة المنطقة وتفتيتها لصالح إسرائيل. وأعتقد أن الشعوب سيكلها صحوة في المستقبل، أتمنى ذلك، تمنع تفتيت المنطقة وإعادة رسم حدودها مرة أخرى. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي عبد المحسن جمعة على تواجده معنا، وأشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله. شكرا.